إذن نحن وإياكم موعودون اليوم مشاهدي الكرام بحلقة مليئة بالإبداع، مليئة بالروعة، مليئة بالجمال. نقول المنطقة اللي نحن حندخل إليها هي منطقة تحوي العديد من الكنوز، العديد من المبدعين، العديد من الفنانين في شتى مجالات الحياة. هنالك رموز ملأت زيطهم سماوات السودان بل العالم أجمع. إذا نحن وإياكم مشاهدي الكرام في منطقة سركمبتو وتراب البلد، وهذه الحلقة الجديدة. تفضلوا معنا بالدخول مشاهدي الكرام لهذه الغرية المتميزة بكل شيء موجود فيها. إذا نحن وإياكم وتراب البلد وسركمبتو. مشاهدي الكرام، نحن الآن داخل سركمبتو وفي أولى محطات تراب البلد من هذه القرية الجميلة. نسعد كثيرا أن يكون في ضيافتنا أخونا وعمنا وأستاذنا إدريس علي إدريس. أهلا ومرحبا بك عبر فضائيات الشمالية وعبر برنامج تراب البلد. يا أهلا بكم، وأهلا أهلا بالضيوف الكرام، وأهلا بقناة الشمالية، ورحب بكم. والله بصراحة أنا فرحان شديد جدا 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 بوجودكم معنا، والله العظيم. وكنت متمنى من بدري، يعني الحمد لله شكرا لله اللي حقق الاماني. عم ادريس الله يديك الصحه والعافيه، وانت معروف بروحك الطيبه وبروحك الشبابيه وكده. بدايه ورينا سركمبتو، الزراع في سركمبتو، الحرف الموجوده في سركمبتو. والله سركمبتو طبعا يعني من القرى الزراعيه، يعني اكبر مشروع زراعي شمال عبري مشروع سركمبتو الزراعي طبعا، يعني ده قبل معروف من قبل يعني، ومحترفين بالزراعة يعني. المنطقة عامة من هنا لغاية من حلفة لغاية دونولا تفوت منطقة زراعية يعني طبعا، يعني بحتر الساقية وما شابه ذلك. يلا كده ورينا المشروع الزراعي بتاع سركمبتو، المحاصيل اللي بينتج المشروع، انتاجية المشروع، الخدمات الموجودة في المشروع. والله طبعا قمح، بيزروا قمح يعني، وفول دخل جديد يعني الليلة، يعني زي 5 7 8 سنة كده الفول يبتدوا يزرعوا فوق، وشمان مثلا خضروات كله بيتزرع في المنطقة ده الحمد لله. كده برضو ورينا، عرفنا كده عن سركمبتو اكتر عشان المشاهد الكريم يعرف سركمبتو، يعرف الناس اللي فيها، يعرف مكوناتها كلها الاجتماعية والثقافية. سركمبتو طبعا 27 ولا 26 ساقية، ايوه 26 ساعه يعني من بدايه من 1 لغايه 26 نهايتنا قريب من هنا. ايوه قريب في الفرقه يعني، ومقسم على حسب البرصة او على حسب الشهادات، بس كل ساعه عنده شهادات بس بيصل عليه. الناس مستقرين ما عندنا مشاكل الحمد لله شكرا. انت عندك كم ساعه يا مدريس؟ والله مشترك في 6 سواق ان شاء الله. ما شاء الله، يعني مركز تماما ما عندك عوي. شكرا لله رب العالمين. لكن بصراحه يعني عندنا بنفتقد الخدمات الزراعيه، مثلا المبيدات والحاجات كده يعني. احنا خلاص انت طوال شيل منجلك وتحوش قشرك تنظف، طيب ما لكم ولا المبيدات؟ والله ما ما ما, ما زي زمان هسه هسه في حجاج ظهر ما بيتحارب شكلك كده زاد الكبير تقريبا يكون فدرت. ما 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 بنقدر عليه. الحريم ما بيقدر، والرجال ما الا بال ان شاء الله اذا ذاته يحصل. المفروض يحصل شغل ده المفروض ما كويس بصراحه يعني. ايوه والله هو فعلا ما كويس على صحه الانسان وعلى صحه الحيوان وكده يعني. طيب ورينا انت قاعدين في سركمبتو من بيتين عامل. انا اصلا ما مرقت من البلد الا يعني باخذ اسبوع في دمولة، لكن اصلا مستغرب هنا. ممكن ايوه ما مرقت الحمد لله، يعني ما اقتربت ما جربت الاقتراب ولا الدنيا ذاته. والله الحمد لله بس الحج ولا هون شد الحج؟ لا والله الدنيا الحمد لله. ربنا يعيدنا ان شاء الله يا رب العالمين. ربنا يعيدنا. لكن انا قاعد في البر مشتغل البر والله ما شاء الله يعني، والحمد لله شكر لله مرتاحين. ما قال الزمان جلودنا والصنع او على الوطن على التراب الغالي المالي والثمن، وفعلا يعني البلد ما عندها ثمن. والله والله ما عنده ثمن بصراحه يعني. ساكت النخيل ده لو كشك كما يتلوى انت فوق والله بالضبط. الحمد لله بنسترزق منه يعني، النيل بجاري بنياب بنصطاد سمك واي حاجه ما شاء الله، تاكلوا سمك وتاكلوا بلح وملوحه اي حاجه فيه الحمد لله شكر لله. البلد ده
خيرات وراجل الحمد لله شكرا. بيت مسيحه بيت مسيحه وبيت الحفاوه باي حاجه. الله يديك الصحة والعافية يا عم ادريس. والله العظيم اللقاء ان شاء الله. ايوه والله شكرا لك، كتر خيرك ما قصرت. ونحن زي ما شاف دي اخونا طوال اللي سركمته حنخش ولسه حنعرف المشاهد الكريم. طبعا انتوا علماء مرق من البلد ده يعني الحمد لله. حنمشي لهم ان شاء الله وحنتعرف عليهم بشيء من التفصيل لكن في محطة ثانية. شكرا لك يا عم ادريس. الله يبارك. اذا مشاهدينا الكرام كان هذا هو عم ادريس الرجل الظريف الرجل النكتة. دي كانت أولى محطاتنا داخل سركمته والعديد المحطات والفقرات في انتظار السادة المشاهدين. متواصلين معكم مشاهدي الكرام عبر برنامج تراب البلد من هنا من سركمتو، العديد من الفقرات العديد من المحطات التي سنقف من خلالها مع هؤلاء النافر الكريم من اهل هذه البلدة الطيبة سركمتو، العديد من الابداعات العديد من الجمال، هذه القرية الواعدة القرية الجميلة والتي تحيط بها الخضرة والجمال من كل الاتجاهات ومن كل الجوانب. اذا نحن الان مشاهدي الكرام على مغربة من هؤلاء النفر الكريم من اهل سركمتو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله كويسين امانة، ان شاء الله خير. الله يكرمك صحة والعافية ان شاء الله. الله يبارك عليك واخبارك ان شاء الله كويسين. السلام عليكم ان شاء الله بخير. الله يكرمكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. شو الاخبار؟ ان شاء الله كويسين. سلامات ان شاء الله طيبين بخير. اخباركم؟ برنامج تراب البلد جيناكم الليله هنا في سركمتو، دارين نتفرس معاكم شويه ونتعرف على سركمتو، الاسم، المنشا، الناس اللي فيها، خدماتها، عشان المشاهد الكريم يعرف سركمتو بتفاصيله. ايوه، بدايه نحن عايزين نبدا بيك. عمنا انت منو؟ محمد سيد محمد ابو بكر. محمد سيد، اهلا ومرحبا بيك. وكده ورينا سركمتو الاسم جا من وين ومعنى الاسم. والله سركمتو دي يعني احنا طبعا احنا يعني صوار يعني ها ما عارفين جا من وين، لكن قالوا في حته هنا بالغرب اسمه سركي 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 ومتو يعني بالعربي شرقي يعني. ايوه دي بيديا سموا البلد دي سركي يعني. ايوه يعني هي جايه من الغرب. جايه من الغرب. أيوة يقال يعني يقال كده يعني دي سركه بتاعت الشرق. ايوه هذا كلام جميل. طيب كريني ورينا هسه سركمتو، ما شاء الله انا شايف الناس دي كلهم احد والناس دي كلهم واحد. ايوه كده ورينا الناس دي جايه من منو ولا الاب الروحي للمنطقه دي منو؟ والله يا اخي انا اقول لك الاب الروحي دي والله انا ما اعرف. انا ذاتي يعني طيب يعني شعب ورينا يعني. الناس الكبار اللي هنا في سركمتو الناس اللي والله اللي الناس الكبار دي كلهم انقرضوا. انقرضوا انتهوا اهو. فضلت انت بس انا ولا انت وانا ذاتي ما كبير لكن بالشقاوه بيظهر فيه كبير يعني. يعمل حسابك ما تنقرض عشان كذا ارتاح شويه. ان شاء الله ايوه. ولا حسنا نحن في راحه يعني. اي الحمد لله. الان كده بالله ورينا حسي مش سركمتو افضل من زمان؟ والله تقريبا افضل من زمان. ليه؟ ليه الناس كانوا تعبانين سواقي وثوريه في ظهره والمنجل ومشاكل، لكن حس الوابورات والكهرباء والعربات. انت لو عايز تسافر من هنا تفكر من قبل شهر. من قبل شهر هو هسه في دقائق تفكر وتركب طوال اتصال توصل. توصل الناس إن شاء الله. ما يعرفوني انت سافرت ولا ما سافرت. ايوه الا يعرفوا يزعلوا يقولوا والله محمد سيد. اي محمد سيد سافر لكن زمان من قبل شهر. تستعد وتجهز. تستعد وتجهز تشوف له حمار ولا جمل. لكن هسه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نعم نحن والله. شكرا لك محمد سيد وعلى هذه المحطة الجميلة ونحن متواصلين معاكم. مشاهدينا الكرام في سركمتو وحننتقل بعد شوية لمحطة أخرى تابعونا مشاهدينا الكرام. إذن ما زلنا متواصلين معكم مشاهدي الكرام عبر برنامج تراب البلد من هنا من سركمتو. سركمتو هي كواحدة من قرى الولاية الشمالية وهي تابعة إدارية لوحدة حلفة الإدارية، ولكن وجدانيا هي مرتبطة مع كل أهلنا في السكوت وفي المحس لتداخل الأجناس وتوحد اللغة بيناتهم. سركمتو أيضا بها العديد من الخدمات
التعليمية والصحية والمرافق الثقافية، أيضا بها نشاط يعني ثقافي كبير جدا. لنتعرف على هذه الخدمات وهذه المرافق الخدمية معنا في هذه اللحظات الأستاذ السيد علي محمد. أهلا ومرحبا بك عبر الفضائية الشمالية وبرنامج راديو البلد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قريتكم سركومتو عروسة القرى. نعم حقيقة عروسة القرى سركومتو انها تمتاز بتوحد اهلها وبترابط النسيج الاجتماعي فيها. بداية استاذنا السيد علي، لو حدثتنا عن هذه الاشياء الخدمية، يعني انا شايف يعني ما شاء الله في كمية كبيرة جدا من المرافق الخدمية موجودة في سركومتو، العديد من المراكز الصحية والخدمية. بداية حدثنا عن هذه المرافق الخدمية. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شبكة مياه سركومتو من القرى التي حظيت بشبكة مياه متكامل في الولاية الشمالية اللي هو قرية سركومتو، كان 1984 يعني 85 الشبكة كان على الخطوط الرئيسية، 86 الشبكة اتوصلت في البيوت، 86 شبكة بكل الخدمات بتاعتها، يعني كان في حوض ترسيب، ترشيح، تخزين، صهريج، كله يعني من القرى الحظيت، وده كان يعني فضل من البروف محمد ابراهيم ابو سليم. ده بالنسبه للشبكه. اها برضو عندنا مدرسه سركومتو برضو تاسس سنه 1984 برضو نفير من القريه، يعني كان بيجروا في فركه، بعد ذاك في عام واحد في 84 نهاية العام الدراسي كان فرضوا في الداخلية رسوم، الناس اجتمعت وطوال اتحركت لتأسيس مدرسة، كونوا لجنة ومشوا حلفة، عملوا تصديق، جابوا الكروكي وبدوا في إجازة العام الدراسي 84، وبداية العام الدراسي 85 ضربت البداية مع المدارس الأخرى. أهان عندنا برضو عندنا مركز صحي برضو عنده في جميع الكوادر فيها مساعد بشهادة في تأمين صحي، ضابط تأمين صحي، عندهم ممرضين بشهادة، عندهم معمل للفحص، يعني مركز متكامل. مركز متكامل الحمد لله. والعمل يسير بصورة طيبة وبيغطي مناطق كثيرة. نعم وانا شايف ايضا برضو في مركز ابو سليم. مركز ابو سليم الثقافي برضو بيلم الشباب، عندهم كمبيوترات، 6 كمبيوترات، الشباب شغالين في المركز وفي تجمع اجتماعي وثقافي بالنسبة للشباب البلد. نعم. اكيد استاذنا السيد علي همد، يمكن الحراك الاجتماعي والثقافي والتعليم اللي انت ذكرته عنده دور كبير جدا في انه هذه المدارس وقبلها مدارس فركة خرجت لكم العديد من المبدعين، من بينهم ابو سليم. ايوه دكتور البروف محمد ابراهيم ابو سليم طبعا راجل يعني معروف، و اول حاجه كان عنده دور ابو سليم ده المركز، والصهريج ده كان الدور الاكبر كان للبروف محمد ابراهيم ابو سليم. وثانيا اول برضه من القرى التي حظيت بالكهرباء اللي هو قريه سركومتو، دي من الخدمات المهمه جدا. خدمات مش كهرباء العامه، كان في عندنا كهرباء بابور كبير زي 2 ميجا وات جابه الدكتور ابو سليم. في النهايه لما خشت مع الحكومه امدان واسلاك وحاجه بقت ضخمه مع القريه ما قدرت، خلاص ابو سليم برضه اتحرك مع ناس خندقاوي، بدل الدوام البابور الكبير وجاب 9 بوابير ب9 دمهات، كل قرية أدى في الحلال كل حلة أدى بابور، يعني برضو الكهرباء يعني من القرى التي حظيت بالكهرباء كمان قبل القرى بسنين عديدة. يعني كلام جميل. أنا بشكرك أخونا وأستاذنا السيد علي همد على هذه المعلومات الطيبة عن الخدمات الموجودة في منطقة سركومتو، وزي ما ذكرت أستاذنا أنه هي كانت بمجهود شعبي ومجهود رسمي بعد تضافر هذه الجهود وانتجت هذه الخدمات التي رايتموها مشاهدي الكرام في منطقه سركومتو العامره باهلها. اذا مشاهدي الكرام حنظل نحن واياكم داخل سركومتو حتى يعني نبحث عن الكثير من اسرار هذه المنطقه الكامنه في اقصى شمال السودان، تابعونا عبر فقرات مختلفه.
احباب تراب البلد، بما ان الحديث عن سركمتو اذا لابد من ان نتعرف على هذا الاسم، المعنى التفصيلي لهذا الاسم، وكمان نتعرف اكثر عليه، على المناطق التي تحيط بسركمتو وحدوده الجغرافيه واسامي الحلال الموجوده داخل سركمتو. اذا عشان نتعرف على كل هذه التفاصيل نحن الان في حضره الاستاذ عبد الرازق مختار عبدين. استاذ عبد الرازق اهلا ومرحبا بك عبر فضائيات الشماليه، برنامج تراب البلد. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. الله يسلمك. استاذ عبد الرازق، لو حدثتنا بدايه عن معنى اسم سركمتو. اي والله، سركمتو سركه معناه اثارات بالرطانه، سركه معناه اثارات، وفي اثارات قصاد من الغرب، غرب سركمتو، وشرق الاثار دي سركمتو، سموها سركمتو، يعني معناه شرق الاثار، شرق الاثار سركمتو. نعم، ده كلام جميل، معناه يعني المنطقه شرق الاثار. نعم، كلام جميل. طيب سركمتو، وبرضه لو وردنا حدود الجغرافيه من الشمال من الجنوب مساحتها. سركمتو تابع لمحليه وادي حلفه، وحده وادي حلفه تبعد جنوب وادي حلفه 135 كيلو مترا، وجنوب شمال عبري 35 كيلو متر، ويحدها من الجنوب قريه فرقه، ومن الشمال قريه او شياخه كلب، شرقا وغربا شياخه كلب، وبالغرب دال، وشرقا الجبال، منها جبل ميمه الشهير. نعم. الله يديك الصحة والعافية يا استاذنا عبد الرازق، ويمكن هي اخر غريه في وحده حلفة الاداريه. أوكي. نعم. صح. طيب سركمتو دي بامتداداتها وبطولها وعرضها اللي انت ذكرته، هي يمكن برضه داخليا فيها بعض التقسيمات. ايوه طبعا. تدي وريها لنا. ايوه، سركمتو دي طولها تقريبا زي 14 كيلو متر. ففي حلال كثيرة جدا، أول حاجة نبدأ به من الجنوب إلى الشمال. من الجنوب جدة، دشنة، كربين، تيل، شفان، بلو، تروي، ديابين، سيان نيري، كفري، مري، غرم، باش، النبية، عرصير، كسين تو. ما شاء الله. أيوة. دي كلها مناطق داخل سركمتو. صح. دي كلها مناطق. يا اسامي مناطق ولا اسامي؟ حلال صغيرة. حلال صغيرة. طيب كده برضو لو تكلمت انا عن النسيج الاجتماعي، يعني الناس الموجودين في سركمتو عموما هم من ياتوا قبيلة، من ياتوا اب، يعني التكوين الاجتماعي، ولا هناك عدة قبائل موجودة في سركمتو؟ والله ناس سركمتو كلهم يعتبروا من أسرة واحدة ومن قبيلة واحدة، والسبب في ذلك هو عدم مرور الطريق الرئيسي من حلفة إلى عبري. نحن في ضرابة جبل ميمة، عشان كده ما في زول ماشي في الطريق نط ونزل من العربية وجانا جعل له عدو عمل له عيله وقعد معه. لا 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 ما انتم ما تلخبطوا. لا لا ما تلخبطنا من اي قبيله، ما تلخبط. طيب تمام، والله ده كلام جميل. وانتم الان اسره واحده، اسره واحده ومترابطين، وخدماتكم ما شاء الله يعني ما فيها مشكله. صح. طيب كده ايوه، ورينا برضو الناس اللي انت قلت ديل هم اسره واحده، حرفتهم الرئيسيه هي الزراعه. لو وريتنا المشاريع اللي بيزرعوا فيها شنو؟ وين؟ هل هي مشاريع صغيره ولا كبيره؟ والله عندنا مشروع كبير تأسس عام 1963. وفي الزمن ده ما كان في قروش، إلا كان في قريشات سكة. فالمشروع الكبير قالوا لما مشينا البنك قالوا عايزين 300 جنيه. ال 300 جنيه ما في الزمن ده، في 63. البنك قال لهم شنو؟ قال لهم امشوا شوفوا الناس اللي عندهم نخيل في اساميهم، مش في ابوه ولا في جده، في اسمه. نحن جينا حصلنا الناس اللي عندهم نخيل في لندن، عنده 10 في لندن، 20 في لندن، 30، رهناها في البنك واخذنا ال 300 وجينا زرعنا. والجدول الطويل ده، شوف الجدول ده، النهارده كان يكلف 3 مليار. الناس كلهم اتفقوا، وعلى بعد 7 كيلو دي شاروا الجدول دي، ما كان في صفيح، ما كان في جركانه، ما كان في اي حاجه. فكانوا ايه؟ كانوا يشيلوا بالقفه، ما كان في الا القفه، يشيلوا بالقفه لحد ما ايه؟ لحد ما على امتداد القريه رفعوا الجدول دي.
وزرعوا سنة 63. الآن حسي لحد الآن مشروع سركمته ده موجود والناس بتزرع؟ والله مشروع سركمته كان موجود لحد قريب حسا، لكن الارتفاع الجاز والإزبيرات وعدم وجود الإزبيرات في داخل السودان ذاته ما قدروا يستمروا، عشان كده جابوا البوابير الصغيرة دي في كل حتة وبيزرعوا. لكن أول ما يقوم المشروع ده إن شاء الله في شهر 7 كما وعدنا وزير الزراعة، قال لنا هنعمل كهرباء في شهر 7، طوالي في شهر 8 هنزرع. الله أكبر. أيوة أنا المشروع ما شاء الله هو دعامة الاغتصاب بتاعكم ويمكن اغتصاب السودان كله. أنا شكرا لك أستاذنا عبد الرازق مختار على هذه المعلومات الطيبة عن قرية سركمتو بأحياء الكثيرة ومناطق اللي أنت ذكرتها هذه، ونسيجكم الاجتماع المترابط الأسرة الوحدة. ربنا يعدل لكم المحبة بيناتكم والأخوة وتكونوا لسه مترابطين أكثر وأكثر كمان إن شاء الله، وإن شاء الله يجري شهر 7 وتجيكم الكهرباء والمشروع يدور والخير يكثر إن شاء الله. وأنتم كمان شكرا جزيلا، بارك الله فيكم قناة الشمالية. كلكم نشكركم جزيل الشكر. كمان نهني ناس الولاية الشمالية وعشان لولادة هذه القناة، وهذه القناة أول حاجة هنوري الناس حضارتنا وهنعرف حضارتهم. نحن عارفين حضارتنا لكن ما عارفين حضارة الناس الثانيين في الولايات الثانية. نحن عايزين نعرف حضارات الولاية الثانية في مختلف السودان، وعايزين نعرف مشاكلهم، وعايزين نعرف الأشياء الجميلة اللي حصلت لهم من الدولة. أيوه. وبرنامج ترى البلد هو برنامج تعريفي حيوريك ان شاء الله المناطق الثانيه. أيوه. زي ما الناس حتعرف عن منطقتك. شكرا لك استاذنا عبد الرازق مختار، متواصلين معاكم مشاهدي الكرام عبر برنامج ترى البلد في هنا في سركمتو الجميله، سركمتو الغنيه باهلها وبناسها. مشاهدي الكرام احباب تراب البلد، ما زلنا متواصلين معاكم عبر تراب سركمتو، هذه المنطقه الغنيه بناس وبرجاله وبشباب ايضا. الشباب لهم دور في كل المجتمعات، واكيد شباب سركمتو لهم دور عظيم ودور متفاعل. نتعرف على شباب سركمتو من خلال استضافتنا لهؤلاء الشباب الخير. بدايه معنا اخونا محمد عوض، اهلا ومرحبا بك عبر فضائيات الولايه الشماليه وعبر برنامج تراب البلد. طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. محمد عواض، احمد عواض، معلم ومقيم بقريه سركمتو. اول شيء نرحب بقناه الشماليه ولزيارتهم لنا في سركمتو، ونقول لهم والله يا اخي اللي بيجينا ده بيكون سيد البيت او سيد البلد ونحن الضيوف. يا سلام، شكرا لك يا محمد عواض. نحن حنرجع لك ثاني، ولكن خليني نرحب بمحمد صلاح، بمصطفى صلاح، اهلا ومرحبا بك عبر فضائيات الشماليه، ودارين ترحب بالمشاهدين. مرحب بكم ومرحب بقناه الشماليه في سركمتو وفي نادي سركمتو، مرحب بكم كده. نعم. ايضا معنا الشاب فايز عبد الرازق، اهلا ومرحبا بك. مرحب بكم في سركمتو. سركمتو بيتكم وبيت قناه الولايه الشماليه ان شاء الله. نعم اكيد، هذا هو عشمنا في سركمتو في سركمتو. بدايه محمد عواض، لو حدثتنا عن الشباب ودورهم في الخدمات اللي بيقوم بها الشباب داخل منطقه سركمتو. والله ما شاء الله، يعني سركمتو ما شاء الله يمكن المورد الرئيسي او المورد الاساسي في سركمتو الكادر البشري. أكيد. فده اعتمادنا كله على الـ على الـ على الشباب. وما شاء الله يعني من بدري، يعني من تأسيس النادي سنة 69 وقبله تأسيس الجمعية الزراعية، القرية زي ما بقولوا وقامت على أكتاف الشباب. فكل جيل بيسلم الجيل اللي بعديه، والجيل اللي بعديه غير ما بيضيف ما بيكسل ولا بيتوانى في خدمة القرية. فالحمد لله يعني الشباب ما شاء الله في كل المناشط، سواء كان ثقافية رياضية اجتماعية قوافل صحية قوافل ثقافية، بالإضافة إلى الشباب المتواجدين برا في الخرطوم في السعودية متواصلين مع شباب القرية. فكل سنة أو كل فترة بتكون في زيارات متبادلة. يعني عندنا برضو دار في الخرطوم،
برضو بتقوم او بتقدم نفس النشاط اللي بتقدمه الدار هنا او النادي للناس اللي بيمشوا الخرطوم. الناس اللي بيمشوا الخرطوم حتى الناس الساكنين في الخرطوم او اللي مشوا استقروا هناك ما انقطعوا عن البلد. نفس الخدمات او نفس الاجتماعات اللي بيمارسوها هنا برضو نقلوها هناك، ونفس الدور اللي بيقدموا النادي هنا بيقدموا هناك كمان في الخرطوم. ده كلام جميل. طيب مصطفى صلاح، يمكن نحن الان داخل نادي سركمتو هو يعني واحد من المناطق بتاعت اماكن الشباب واماكن تجمع الشباب، لو برضو حدثنا عن دور شباب سركمتو تجاه القريه، اذا كان هناك محاضرات ندويه اعمال ثقافيه بيقوم بها الشباب داخل منطقه سركمتو. نادي سركمتو زي ما قال اخونا يتاسس سنه 1969، والان هو النادي الوحيد الشغال في المنطقه، او النادي الوحيد اللي فيه نشاط حاليا في المنطقه شمال عبري، نشاهد المباريات. النادي يعني الشباب ما في، هم اللي بيقوموا بالاعمال كلها، هم اللي في قوافل صحيه عندنا سنويا، ما بيقصروا الشباب من ناحيه سركمتو، ونحن بنحب سركمتو شديد وبنعمل اي حاجه من المستحيل من اجل المستحيل زي ما قلت. ايوه سلام عليكم. نعم اكيد. طيب فايز عبد الرازق، برضه لو حدثتنا عن يعني الشباب هم يعني شعل مليئه بالابداع ومليئه بالنشاط ومليئه بالحيويه، لو ايضا وريتنا بعض المواهب يعني الموجوده في الشباب وانت واحد من الشباب. والله ما شاء الله الشباب اللي بتشوفوا قدام دير ما شاء الله كلهم موهوبين، في الشعراء، في الفنانين، في العازفين، في المداحين، يعني كلهم موهوبين. فالنادي نحن مستحيل نتنازل عنه، نحن عندنا تلفزيونات في بيوتنا، لكن انا من اخر الحله بجيب النادي عشان احضر المصارعه، احضر البرامج. انت قلت لي الشباب هنا كلهم يعني مبدعين، الشاعر والفنان والممثل وكلهم، يعني انت واحد من الشباب ديل، عندك هذه الموهبه. انا والله انت انا ما عندي اي موهبه، لكن انا مستمع، لكن ما شاء الله الشباب شوفوا الناس كلهم شعراء، في كارا، في مبارك، في عبد الرحيم عمي، ما شاء الله كلهم موهوبين. نحن الشعراء دي حنقعد برضه معاهم وحنسمع منهم، لكن برضه دار نسمع منك حاجه ان شاء الله، ايش حافظ لك شعر دار تقول لنا تعمل لنا مسرحيه ان شاء الله، تقلد لنا زول، المهم لازم نسمع موهبه. يعني انت شاب بتمثل الشباب. انا والله يا اخي ممكن اديك النقطه. ممكن انا عندي حبوبتي وديتها في العلاج في الخرطوم كويس، وبعدين هي ساهم عشان الناس لما يجي يخبط الباب فضل جر السلك، فهي مفتكره انه جر السلك نوع من الترحيب. لما جبتها هنا في البيت، طبعا البيوت هنا ما فيها بيبان اصلا فاتحه، اول ما يا ناس البيت هوي هوي بتقول لهم فضل جر السلك، اصلا ما في سلك. الله شكرا لك يا فايز على هذه النقطة وكلام هدى للشباب، صح يعني. الله يبارك. انا بشكرك كثير عليها، وبرضه شبابنا إن لو عندك اي اضافة لشباب سركمتو. والله يا اخي هي ما في اضافة، لكن ايش داير اقوله، والله بنرحب بالقناة للمرة الثانية والثالثة، وان شاء الله الزيارات تتكرر، لانه بالمناسبة سركمتو غنية يعني فيها شغل داير توثيق، يعني ما شاء الله عندنا ناس في التاريخ، ناس في الطب، ناس في الادب، ما شاء الله. يعني انا ما اظن الحلقه دي او برنامج زي ده يكفي انه نوثق لسركمتو. فبنرحب بكم اي وقت تجونا وتكرروا الزيارات، ونتمنى للغنام مزيد من التقدم والتوفيق ان شاء الله. شكرا لك بقى احمد عواد، ونتمنى ان شاء الله نلتقيكم المره الجايه وسركمتو افضل، واكيد ان شاء الله حتبقى افضل. يلا يا مصطفى صلاح، برضو لو عندك انت كمان اي مشاركه. شكرا لكم كثير، وشكرا لقناة الشمالية، وشكرا لكم انتم تكبدتوا العناء السفر والمشاق. في ارشيف بالمناسبة في النادي ده موجود من سنة 70، يعني الارشيف موجود جوا، فيه حاجات كثيرة، يا ريت الشباب كلهم يعني يمشي يطلعوا على الحاجات دي ويعرفوها. يعني في شباب صغار ما عارفين الكلام ده، لكن انا ارشيف عن سركمتو، ارشيف عن شغل النادي وعن الثقافة والدور الاجتماعي والثقافي والرياضي اللي كان بيقوم به الجيل السابق اللي سبقنا، ونحن متواصلين معاهم، وان شاء الله سركمتو تكون فوق يعني. شكرا لك مصطفى صلاح، شكرا لك. فايز والله انا ما دار فوتك وامشي بعيد ثاني. نحن ثاني دارين نسمع حاجه، والخيار لك ثاني. لا بتسمع شنو؟ والله ما انت قبل قلت ما عندك اي مواهب، لكن ما شاء الله لقينا عندك مواهب كثير. والله يا اخي نحن نرحب بكم هنا في سركمتو،
ونحن يمكن كنا منتظرينك وانت جونا من بدري. نعم. فان شاء الله تجونا في فرصه اوسع. ونحن جيناكم. تجونا في فرصه اوسع من كده. كده حس الفرصه اللي احنا جيناكم فيها دي ما تخلينا نمشي دي عشان المشاهدين ديل يستمتعوا معنا باللقاء ده ونحن نختم بك الفقره دي. اخير تمشي يا محمد عواض انت انا النقاط اللي عندي انتهت. اخير تشوف محمد عواض النقاط اللي عندي انتهت. انا بشكرك. الله يبارك فايز ودي ذاته في حد ذاته نقطه وطرفه. انا بشكرك عليها. ومشاهدي الكرام يعني هذه هي الروح الموجوده في سركمتو يعني شباب وكهول وصبيه كلهم على هذه الروح المرحه على هذه الروح يعني الشبابيه السمحه والطيبه. متواصلين معكم مشاهدي الكرام عبر تراب بلد سركمتو الجميل وحننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى. كونوا معنا متابعين. مشاهدينا الكرام احباب تراب البلد ما زلنا متواصلين في منطقة سركمتو ونحن لافين في سركمتو. استوقفنا هذا الدار دار الراحل المقيم محمد إبراهيم أبو سليم ذلك العلم الذي يعرفه كل الشعب السوداني. وبما أنه الحديث عن هذا العلم لابد أيضا أن نقف وقفة إجلال واحترام لرموز هذه المنطقة منطقة سركمتو وهي يعني حبلة بالعديد العديد العديد من المبدعين والعديد أيضا من الرموز يمكن اللي ما بتحصيهم هذه الوقفة. ولكن لنلقي الضوء على بعض رموز هذه المنطقة معنا في هذه اللحظات الأستاذ مبارك صالح عثمان. أستاذ مبارك أهلا ومرحبا بك عبر تراب البلد وفضائية الشمالية. أهلا بكم ومرحبا بكم بقرية سركمتو. اهلا نزلتم وسهلا حللتم. نعم استاذنا مبارك سركمتو بها العديد من الرموز وبها العديد من الشخصيات يعني الجديره بانه نحن نقيف عندها ونوثق لهذه الشخصيات منهم رحل من رحل عن هذه الدنيا الفانيه نسال الله له الرحمه والمغفره ومنهم من هو باق نسال الله سبحانه وتعالى يمتعه بالصحه والعافيه. كده ورينا رموز منطقه سركمتو. اولا سركمتو هي أنثى ولادة وسباغة وبها عديد من المفكرين والإعلاميين والثقافيين رسموا على خارطة هذا الوطن السودان الجميل بمداد من ذهب منهم العلامة البروفيسور محمد إبراهيم أبو سليم وهو أول من أسس دار الوثائق القومية. فصدق الشاعر حين قال ما كرموك وإنما بك كرموا من ذا يكرم رائد التوثيق. فهو أول من سودنا وأول من تغلد هذا المنصب بعد الإنجليزي المستر هولت. فأبو سليم حقيقة وهو اعتكف في محراب دار الوثائق القومية سنين عديدة ينقح وينقب من أجل هذا الوطن العملاق ولها دور كبير جدا جدا في استرجاع طابة. كان هذا هو الراحل أبو سليم ونحن الآن أمام منزله. يلا ورينا تاني يعني الرموز الآخرين اللي هم أصلا ما بيقولوا مكان عن أبو سليم. والله الرموز كثيرة جدا جدا لكن احنا وثقنا يمكن بعض الشخصيات المهمة في البلد وما قدرنا نوثق على الشخصيات الأخرى. فمع أمثلة وأمثلة لهذه الشخصيات جدا معلش لو قريت لكم من الورق لانه يعني الزمن كان غير كفيل يعني. اولا الاستاذ محمد فضل بكاب من السياسيين وسكرتير وزاره الصناعه والتجاره ايام مايو وله يعني قصائد عديده منها قصيده اشواق وتقريبا لها يعني حاجات كثيره جدا جدا اضوات دائره الضوء ومنها الأستاذ البروف محجوب محمد آدم أيضا له عدة كتابات ومقالات والأستاذ يحيى محمد إبراهيم وهو مرجع في تاريخ الصوفية في السودان أيضا سامل أحمد سامل نائب مدير عام السكة حرير حتى سن المعاش واستشاري شركة نوبلس أيضا بدري أحمد إبراهيم فله كتاب في المصطلحات الكيميائية
ووضع أول مذكرة كيمياء للشهادة السودانية، وهو الآن مرجع في الجامعات، وله 3 كتب في تاريخ القنبلة الذرية. أيضا عثمان جودة في الصحافة، فأول من أدخل الكاريكاتير في فن في الصحف السودانية، ومؤسس مجلة الصبيان مع الأستاذ شرحبيل أحمد. أيضا محمد عبد الماجد وله 3 كتابين في الصحافة. أيضا الأستاذ محمد خليل كارة محرر جريدة الاتحاد الإماراتية، وحاز بجائزة مقال صحفي سياسي في الوطن العربي عام 2006. أيضا عثمان جودة، ومن دول الصحفيين أمل أبو سليم، وأيضا الأستاذ أحمد حشاب، وهو من الحادبين لمصلحة هذه القرية، وله منا الشكر والتقدير. أحمد حشاب والمدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون في الولاية الشمالية، له التحية. نعم. من في الطب دكتورة لولا من رائدة طب الأطفال في السودان، وهي الآن بأمريكا. دكتور إبراهيم من كبار أخصائي النساء والتوليد في العاصمة. أيضا أكرم جودة الدكتوراه في الهندسة الطبية من جامعة ليدز، ودرس في جامعة ليفربول، والآن في جامعة الملك فيصل. أيضا الأستاذ هشام محمد آدم، وروائي وناقد أدبي، حاز على جائزة طيب صالح لإبداع الكتابي عام 2010، وله عدة روايات، فاز بجائزة رواية القنقليز، وله عدة روايات، تقريبا زي 6 روايات. أما من الشعراء سري محمد عثمان أبو طه صاحب ديوان وادي النخيل، ومصطفى محمد خضر، وأيضا الشاعر محمد مختار عبدون، والأستاذة فاطمة محجوب، وهي تقريبا هي أول شاعرة على امتداد السكوت والمحس، الأستاذ الباحث سمير بكاب. وأما في الناحية الجانب الرياضي الأستاذ هشام عبد العظيم، وهو يعني رئيس الاتحاد النوبي الرياضي لكرة القدم بولاية الخرطوم. وكثار جدا جدا، يعني الزمن ما حسبنا لو تحدثنا عن هؤلاء. يعني ما شاء الله استاذ مارقت، ما خليت لك زول ما شاء الله، وعندكم رموز يعني ما شاء الله كبار وغمه، وبرضو عندكم رموز كمان قادمين، ناس عندنا صلاح السيد ومحمد سامي وشوقي الشله دي كلها ان شاء الله حيبقوا لكم برضو هم رموز كمان ان شاء الله للاجيال البعدهم. انا والله بشكرك كثير استاذ مبارك على هذا السرد، وعلى هؤلاء الرموز اللي انت ذكرتهم، ليهم التحيه للحي وللميت كما ربنا يرحمه ويتقبله. وبهذا القدر وبهذا الكم من العطاء مشاهدي الكرام، نتواصل معكم داخل تراب سركمتو، وننتقل بكم من هذه الرموز الى محطه اخرى. هم شواقي ركينا سرقدلتو نمن تيتايا للديل راب حي حسد خير يقول تاشي كان جبل ميمي هوي هوي يكتل ديار منا إدير رب سعيدة كوش هالين دندو بيقول إير لواي سنتدنا مغارنا أرغو باجرة إمنا شوق قويدة همنا تمالينا ارتمور سودا فرينا نهيدا مونا بخليل ارتلا نودا دورغو سفين سودا كفرين قلل المادا تقول نشرقو وقود جاقا تسين إيغو شلقون تمندكين وتنفق كادا بكادا. ما زال الحديث مشاهدي الكرام متواصل في منطقة سركمتو وتراب البلد عن رموز هذه المنطقة العامرة بأهلها والعامرة برموزها الذين عطروا سماوات السودان وحتى العالم كأجمع. من ضمن تجوالنا داخل منطقة سركمتو توقفنا أمام منزل الراحل المقيم الشاعر محمد مختار عبدون، وناس أكرمونا ودخلونا. نحن الآن داخل منزل الراحل المقيم الشاعر محمد مختار عبدون، عايزين نتعرف أكثر على الشاعر الراحل المقيم وعلى دوره في هذه المنطقة والأعمال اللي كان بيقوم بها، الأعمال الخيرية الكثيرة اللي كان بيقوم بها. في هذه اللحظات معنا أيضا أستاذ مبارك صالح عثمان. بداية عرفنا عن الشاعر الراحل المقيم محمد مختار عبدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نترحم على روح المرحوم محمد مختار عبدون، ربنا يغفر له. أنا أقول حقيقة هي يمكن
أقول أمير الشعراء النوبيين، فلعب دور كبير جدا جدا في خرطة الشعر النوبي. فهذا الرجل حقيقة يعني كان رجل مضياف ورجل كريم جدا جدا، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل البركة في ذريته. نحن مباشرة من تلك وهيرة محمد مختار، وهي بنت الشاعر والراحل المقيم محمد مختار عبدون. وهيرة أهلا ومرحبا بك عبر فضائية الشمالية، وبداية برضو عايزين حدثين عن الراحل المقيم شوية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في منزل والد العريق. ومجد أبوي بعزيم لينا وللنوبة كلها. طيب الشاعر الراحل المقيم محمد مختار عبدون هو ايضا رمز من هذه المنطقه، ومباركه لو هذه نخش مباشره عند ايضا انت يعني زول ما شاء الله رمزي وشاعر كتبت في الراحل. طبعا الراحل المقيم نحن حنحاول نتعرف عليه اكثر ان شاء الله، لكن بدايه سمعنا قصيدتك اللي انت كتبتها في الراحل. كتبت قصيده في رحيل الشاعر النوبي محمد مختار عبدون. ما من جبل بيرك نايد السكرة، والراب حسيد أسي نايد انجورة، نايد السفاقون دميرة اركون الليمون دميرة، في نونقار السابلقون دك ساب نسكالينينا متر ونيرا أمراي قنطي المنجة تركوبا نيرا دكين ونطي شوشتيني المنجة ما نسكا كتو سكرة اركوني أرقون تاترا نايد فتاتا فتنيرا دوهن أرغن نصيرا إن الليمون أي لغة تكرني رنين أنا نسر ويكودانو تا مشكلو ما نسمر يلغو كنا لو بالغي كين هكير فانيرا فانتشيرو من قدود أسر نسر راتا ما تمت ما تيو في ويندو يقولا غريلو ون جنوبا مارا دو كور لا أكا ناتشيرو دلا فتين غلطون ترسوك في وين إرت جبرور فرجيرو مولو أسوار رواية جوين كورتي وين طول كيروني كتدنا كيرا تدنا جو واي كنا تي ودفلو بانديلا ساي سلتاني كلاينا تروي لكارجلو ريتو دون ارتلو فايا اوكا ما رشو اولو ايغو سنقجلو نوبا مالدا كاميلا ترجورو نايدا نومن جاكارولو نوبا اسرين جدن ومكي كمايلا تون اولي مون نايا نروغا بانيا من جرو اولوغون بانيا اولوغون هيدا اولوغون غبغر من جو جتير من جيشا اولوغو نوبر كيرنا سيفن تنغا دي سيدي فكر نكا كسا ما لغو مم مسكيني اونغا فين يكر نر اجو كوري لغو سا دو مال لكا وديسان نوبا غير بيسا تل لغو والقصيدة طويلة جدا جدا إلى نختم ب إن إريمون ويري مولي هويلا أتاتي جنال يو نوبا دوكي مسا الشارتي كدوغن دوي مينن دويلا ولا دافين آجلو متر أورينا سكة في جن اللي ويتا دوشين أي ويكا دونغر سكرو إركين بوجر كرتي كجمان إن وروين جرو جدو تنيرو إن إليمو سكجا كنغو سنة تنيو شمال لفرن لغو ولا نوبا فرن نوك تنطو فمونا إنغان ديسوغو نوبا فرن فيلنا إركين بالير نغو دو لغو صندل غفار كفاري لغو إرقي شغر كنتي لغو جو السفا أرقيد لغو. يعني أستاذ مبارك هذه القصيدة المعبرة بتحكي يعني هذا الراحل المقيم محمد مختار عبدون وعن كرمه الفياض ومعاملته للنوب ونضال من أجل النوب، ده كلام جميل. وهيرة أيضا أنا ذلك برضو لو تحفظ من أشعار الوالد قول لنا كمان قصيدة من أشعار الوالد. أنا حقول لكم قصيدة اسمها أشريقون أورو أو أشريقون أورو ملكة الجميلات. نعم. أو يلا هي مترجمة ترجمة الدكتور داود محمد داود. أمدرتنا سكة لقويرين تنا أن السنباد تبني سمال مروارة نلوارة تسيد تارة شوبقون كان قمت تارة اللوم ملل أمرو سنجة تلارة اللوم ملل أمرو سنجة تلارة كوني البلاغة يداغن. الترجمة كل ما قالوها عند وصفها من قبل أن يختارني الترحال ناقص 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 يأبى أن يؤول للكمال فتارة بيضاء
فتارة بيضاء مثل هالة الضياء، فتارة سمراء جمعت جميع ما في الأرض من صفاء، وتارة إذا رأيتها احترت في غموض لونها، فكل هذه الألوان تجمعت في وجهها قوس قزح تغيم فيه عرسا عمه الفرح. نلوكو جرو جنن تني كان قدو كركرني أوين تو سيو سايني قون كان كدلا منغوني دوني وي كان موني تلومون لجوتي كان كوشي نلغوني إمبرو لوني موني سمال تو سكة السنجير إنلغو ميدان موني. الترجمة: يكاد يجزم الذين أبصروها بأنها إذا مشت تراجفت جميع ما في الأرض من أشياء، وأن الرمل تحتها يختال في رجاء، وأنها إذا تمعنت في صخرة تفجرت مياه، وأنها لو جالست كثيفا محطم الأمل لأبصر الضياء، فهذه الفتاة ليست من بني البشر فإنها عطية السماء. كلام جميل جدا، والكلام ده يعني ما بينبع الا من انسان بجد، يعني هو يكون رائع ويكون روحه عالي جدا حتى نطلع مثل هذه الكلمات الرائعات. نحن يمكن دارين نلملم اطراف الكلام استاذ مبارك، ويمكن جبال الدموع هي كان خير معبر عن هذا الراحل المقيم، لكن برضه لفائده المشاهد الكريم دارين نعرف اكثر من هو محمد مختار عبدون. محمد مختار عبدون هو يمكن تقريبا من أوائل الشعراء في هذه المنطقة، فبعد تقريبا من القرية سافر إلى المملكة العربية السعودية، ومنه إلى أمريكا، وعاد واستقر هنا في البلد لأنه متيم بالبلد وبأهل البلد، وهو يعني إنسان عاشق للطبيعة وللشعر، وله يعني إسهامات كبيرة جدا جدا في الشعر، وله كتاب تقريبا عنده كتاب، يعني أنا ما متذكر لكن عنده كتاب مع شاعر آخر، فهذا هو يعني أكيد. وهيرة برضو نحن دعنا لو تاني تحفظ حاجة للوالد تسمعين لها تاني ليزا، لكن يعني ما مترجمة. أي ما مترجمة بالعربية. ليزا كربات شلت ترى بروه ورشجرتي إليلا من يمشير كثيرا شوشو قمرويات ويكا تروبة ويكا قروبة قورالو السيلة في نجدي كرونجنتو وشن وشنيلا تورتينا فتورتين كيدا في كالجن كونين نيدوي ماني كون نبت كويدا من دوم التجار نتنبو التقوك تجتشتان قلوبك متجار كدا وسويت كردا وكلجن أيلينا ونوبا أي بيرجين سكر جو سمانجول ليل أولي روسانو لنا أي بيرجين ويكو سكوت كاسة سكوت كتة كرنيتشر عجلنا أيلينا ونوبا أي كجبار كتيلة ولنا أي دبانا عمان دسيس العقلنا يكجبار كتيلة ولنا إتشين تكتفنو ككرشو ماي فسوك لنا تلتل كيف أوري لنا إتشين من جدا ميكان تينين جنري غوغوجا أي كون أي فمنجي لنا. يا سلام. ليه الرحمة والمغفرة للراحل المقيم محمد مختار عبدون، هو زي ما كتب للجمال، كتب للنوبة، وكتب للطبيعة، وكتب لكل هذه الأشياء. أنا بشكر لك أستاذ مبارك صالح عثمان هذا الحديث الطيب وهذه الشعور الطيبة عن الراحل المقيم محمد مختار عبدون، وكذلك الشكر لك وهيرة بنت الراحل الشاعر المقيم، وهذا هو الشاعر محمد مختار عبدون له الرحمة والمغفرة. تحية أهدي من هنا من داخل منزل المرحوم محمد مختار عبدون، وباسم أسرتي الكريمة أقول لكل النوبيين خارج السودان وداخل السودان نوبا ما ملول لنا ما مكنين قال لا أرمونا ولا كتشرنا من دو ودامونا نوبة تردو ودامونا جاغ منا نركونا جاك نور ناني نور كو ويراكين تاني فايا في قال لك إناني نوبة كيفال ويراني. شكرا لك. تحية أستاذ مبارك صالح. أنا أبوي الله يرحمه كان بيتمنى إنه الناس كلها تكون بتجير اللغة النوبية، وإنه كل النوبيين يعلموا أولادهم اللغة النوبية، يعني أينما وجدوا، يعني كان في البلد ولا
في الخرطوم او يعني في المدن او في بلاد برا في اي حتة، يعني بتمنى انه النوبيين كلهم يعلموا اولادهم اللغة النوبية منهم صغار عشان يقدروا يجيدوها. في قصيدة ليزا برضو قال انه اي نوبينا فكلك تشلنا دف النكة ملير ونفة دف لنا. وحقيقة يعني اللغة النوبية لو ضاعت معناها الهوية ضاعت، يعني لازم انه الجيل القادم كله يكون هو تراثه هوية للنوبة كلهم. نعم بحييكم وبشكركم وبحيي جميعا. تحياك ان شاء الله تصل لكل محبي الراحل المقيم محمد مختار عبدون، وهذه هي البنت يعني هذه الشبل من ذلك الاسد الراحل المقيم. اذا نتواصل معكم مشاهدي الكرام عبر برنامج تراب البلد والى محطة اخرى. مشاهدي الكرام ما زلنا متواصلين معكم عبر برنامج تراب البلد من منطقة سركمتو، ونحن الآن نتوسط نيل سركمتو وهو أيضا جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة الغنية بمبدعين وبفنانين وبشعراها. مشاهدي الكرام في هذه اللحظات وداخل هذا النيل أستضيف الشاعرين من هذه المنطقة ألا وهو الشاعر لؤي محمد مصطفى. اهلا ومرحبا بك عبر فضائيات الشماليه وتراب البلد. نحن الليله في سركمتو وقاعد نتعرف عنها عن هذه المنطقه الغنيه بالشعراء والمدن. اهلا ومرحبا بقناه الشماليه، واهلا وسهلا ببرنامج تراب البلد، هذا البرنامج المشهود له بكثافه المشاهدين لهذا البرنامج، وهذا بالضبط ما كنا نرجوه من قناه الشماليه، التوثيق للنوبه عموما ولمبدعي النوبة بوجه أخص. فأهلا بكم في سركمتو، أهلا حللتم أهلا ونزلتم سهلا. أنا بشكرك لؤي، وأيضا معنا الشاعر المبدع المرهف عبد الرحيم مختار عبدون، واللي ما بيعرف عبد الرحيم هو أخو الشاعر الراحل محمد مختار عبدون. عبد الرحيم أهلا ومرحبا بك فضائية الشمالية تراب البلد. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكرك وأشكر هذه القناة الفتية، وأشكر أيضا الفريق العامل، وإن شاء الله نكون خفيفي الظل للمشاهد الكريم إن شاء الله. قبل نحن بنتكلم عن إبداع سركمتو وقلنا هي غنية بالمبدعين وبالرموز الفاعلين كذا، بداية لؤي دارين نسمع كلام مموسق وجميل. أهلا وسهلا، أنا هسمعكم آخر قصيدة كتبتها اسمها أسر بودريلي. إنين لبنيلون ما ينيلا تومينا tama shirki nili chera fikatiri mashakon me men jeddo na fera kar jamen jinnu natte kon shartin tira faera shorti na jaw kine ni we la damuna burwila gasha saya dawi ni we na imuna kelaina jorosi kanorinan bair kawe da gengerka mantanu hafad menkan agarin guddo damuna jorosi kanorina bair kawe da gengir kamain tanu hafad menkan agarin guddo damuna asar bodarele mana asar bodarele aila ninke no delle irkil fodda file aila nara file man kit gela si ugele aman takata femma kamil mila man nga dungele nuba nabbiral gile irkil maskilile ikon jigjati chille malen jigjati rele ikon jigjati chille gesman odena kumuni luktan suta da folle gesman odena kumuni lukta suta da folle asar bodarele jigiti na sokere ju kere kirfa ila ile identi ga gagli nuka fikka mashaka dukele ayin tool bale google butidi igita tirintam illa mas we kanamune na birkil kiroto lille suka korora ju tigle tibdil sura ingelle bunli malleta ille ona bay me subosal gesse he imminne ona bay me subosal gesse he imminne indol gidi nay ga fayre ngir ka fegmuna ay gona ilan no gir pele do ro faya fi muna inayini la faye kondol gidin na kere kon indotani fajegmuna
inugura natoon kiidokka inugura natoon kiidokka aylan korja fiito dan irkindol gidil fiideele ichitaani fadaamuna irkindol gidil fiideele ichitaani fadaamuna. كلام جميل يا لؤي ومعبر وكلام يعني غاية في الروعة. عبد الرحيم مختار، أنا داير أتكلم أول حاجة أتونس معك شوية وداير أعرف كتاباتك وأشعارك. أنا عارف إنك أنت عندك الكثير من الشعراء الفنانين وعندك أغاني ملحنة كده، عرفنا عن هذه الأغاني ومن الذي تغنى لك بشعر؟ والله أول حاجة يكفي إنه الفنان الكبير الملاك حسين ألالة، ولولاه انا ما كنت استمريت في كتابة الشعر، والله يرحمه ويحسن اليه. كثير جدا بصراحة انا الفنان اللي كنت بديه الاغنية كنت بقوله ما تذكر اسمي، لانه انا في البدايات اول ما كتبت القصائد كنت في المرحلة المتوسطة ومشيت عشان اقرأ، يعني ما مشيت عشان اكتب الشعر وكده. وما دام الناس بيسمعوا كلماتي ما ضروري انه يعرفوا انه يعرفوا المختار، ما ضروري. يا سلام، ولكن برضه الناس عرفوك ويعرفوا ناس عرفوا كثيرين. يلا نحن دارين نسمع برضه يا عبد الرحيم. انا هديك اول قصيده انا كتبتها، دي كانت في المرحله المتوسطه سنه 73 لما التحقت بمدرسه الصوارده المتوسطه، واحيي الطلبه اللي كانوا معي في تلك الزمن. الأغنية القصيدة بتقول تاتا، وتاتا طبعا فاطمة أو بابا. كلينا كر تاتنم تاتا أونا كر دكنم ياما إكال جدار القني تاتا أتبشى دومن جيكان فلا من جو جاقونينا سكال انقاشا أوي قدولة تنجي كان كانيما لتاتنا ويدا من جاقون جي كان يقدر قد تيجينا كاكو جنم وقوو تاتاي تامم جل هندينا الكرر تاروي سلوغو الميم موليغا دا السكرو كنا يكتيك سلوغو الأدجيق الكلو تدرج في ندينا ويكرو ايدا ناغو ممرتو تون تاسي تاما بنيكرو ويتيغو سن كتو سني ايضا كيكا ويجيكرو الي تاتا ندولق الارضا يا امونان تودولو جمو مونان دولق الترقى كين ندي ايكا شاورو سكين مونان اما لي ديان ندي تاني ويجي تكمونان انا وان دولق دين كشي دوني التام كمونان فرق الكوكسن اون دقي تلكو كمونان كشنيقنا اللي قايمونان شايقون واللكمونان تاتا كوين نيجي ترسي التلي كينان قرمسكيت التيل كينان نررتون اجاو قوسنان جيقا دين نيلا دينيكا ولا نيلنغا كين ككي اي قاين توكا سميكاني هلبتو نيفا جمينك الشورتي دوكوكا جبينك جمينك اللا نيركمو نلوغا ايقا نيرينك جغرا ولدنا في انتانون ان قرر كانك انفا قررنك مسبو سيغو سفتشك ايغا بانينك كرتوبو سيغو سمسو بحفا ايغا سوكينك من نوري كوصفوك ايغا الشورتا فبك كدي وشورتا ليلة دافين ازاب ايغا سننك افيق ايغا موشينك اي ما اينمان انا نكوك تبلي شيمالو جابك تلاي فور دم ممي أرغونا غايغا كر كر كي تلير تور دم ممون أرغونا غايغا شرقين كي يدول جدي السيكان السلة لرسيريونا فصلا كيرو أي سموم لو خلال توسي إكامن شور تجانا كيرا يركير التاراويد كوكان كرو الهجي الهوجة نوكو كان يركلنا ففي مسو فلا من جو ثقون كوكان فنا فهم نوو تاتا كوين تنغني دينا نكوكان تكرر تاتا تنية كلاي نكر تاتا تنية إن النكر أي جاقاد الكوغ نلين قسكو ويركدري إركر تارا ويركو كان كر والهجي الهوجة نكو كان إركل نافا في مصو فلمن جو سقوي كو كان فنافا هم نوو تاتا كوين تنغني دينا نكو كان تبلي مشا نكر شار تقوين كان ورشيغرتي فجرناتي كلاني ويوتر نورا نوو جديجي كاني
ما نسينو كنق ما يدومي كاني من كركوني كيركولو نينو شربا كسي كاني ولوم جاغلي أزاب بايدو سوكي كاني تكرر تاتا تاني كلاينا كر تاتا تاني أنك راي جاقادر كو نلنغس كو إرتدري يا سلام دي شعر جميل عبد الرحيم دي أول قصيدة كتبته ولا آخر واحد أول قصيدة سنة 73 في صواد المتوسط ما شاء الله لكن تم يعني حدلت القصيدة لأنه أنت شاعر متمكن صراحة يعني هذا أول قصيدة تكتبها في تاتا والتحية لكل التاتات الخلوك تبدح كده طيب نحن متواصلين معكم ويمكن لؤي أن احنا سمعنا قصيدة عبد الرحيم اللي هي أول قصيدة كتبها قصيدة جميلة ومعبرة وطويلة جدا كده دارت تسمينا تاني شنو أنت أو بعد الرحيم أو بعد عبد الرحيم يقال كلام أنا حقيقة دارت أتكلم في قصيدة عبد الرحيم تكرر التاتا تانية القصيدة دي يعني دار حولها جدل كبير جدا في التواصل الاجتماعي الفيسبوك فأغلب الناس ما كانت عارفة انه القصيدة اللي غناها الفنان العملاق رحمة الله عليه سينالالا اللي كتبه هو عبد الرحيم مختار فبإلقاءه للقصيدة دي يعني نكون احنا وثقنا انه عبد الرحيم مختار هو من كتب هذه القصيدة لحسين لالا وانا من اشد المعجبين بعبد الرحيم مختار وأولا بشاعر الراحل محمد مختار عبدون الذي يعني أعتبره إنجاز التعبير رب الشعر النوبي فمحمد مختار عبدون كان راجل يعني شاعر بما تحمل الكلمة من معنى تعبيرات قوية أوصاف جميلة جدا حبه وانتماءه للأرض النوبية تفاعله مع كل القضايا النوبية فأنا بترحم عليه ويا ريت تفرد حلقات وحلقات عن محمد مختار أما عن قصائدي كنت أني فقور دني ولا فضالة دفي أمي قلقوني كوز دني ولا كيل تنيليل دني تلمي فايق دني وبني كيمي فتكالجي تيل تكيرقو من دوبل دونا ستيقونا تناوقونا إركي نورون شوارا بساملتونا أرسيرين قريري فنتي دودل كوكسان نسمت إركمال للا تريون قطي ووتي هكرا إلى النكر فودي نزقر الفنتي مودا اللي كروس ولا ديكسان غرحكي اللي أكتان جاكرو كرجمي مكا كنتيل دي سنة ما انتان إركمال للا تنوسيو جاقاد الرى مطلوم مشادوك اللي آرتي اللي أمني ونا يقول تلك الدوسة أبا هلو فجو جابلي أيقول تلك الدوسة أبا هلو فجو جابلي لك الله تحية لوي وعلى الإحساس المرحف والجميل أنت قاعد تجيب الإحساس الجميل ده من وين من النيل والطبيعة ما يقال إنه البيئة هي التي تخلق الشعر فالبيئة زي ما شايف جميلة وكفيلة بأنه المواطن يعني سركمتو فيها 13 شاعر بالعد سركمتو بلد يعني مبدعة تنتج الشعراء بطبيعته وبجنابه وبجزره وبطبيعته وطبيعه ناسا فالحاجات دي كلها كفيله بانه كل اهالي سركمتو يكونوا شعراء جميل نحن برضو نرجع لك ثاني يا شعرنا الجميل وزي ما سمعنا تات الاولى الجميله دارين برضو نسمع بذات الاحساس المرهف وبذات الاريحيه قصيده ثانيه تبلن فسا إبدي يماني النان وسا آغوني نغون كون مسا مانغونا إمونا إندو إركونين أسا أجاو كان إلفن تاين تام تلا داموني بسا أشيك سلاة يا اللي كاغنا كون تاني جيتا أمي كفاين جيكتني كل في مونا حسن منجي أكتني جيتا سول بصوما دا جنجن نيشونو يتني او اندوكا من جنير كان مونم اكوسمتشي سيرتني تكنا لوسا يعني من جاتوك سينوك ادوا كتون تمي يعني اشيركي داري كان فين تان اوسكي تريكا غربين تان فقط تريكا مانيلتون مرا من جن تبلا كولانا جيجي تلتون مثل سيغم انو نتيغم دولي ايغو كو ainko yaimuna ikutamulando bayoko ichiriche kabanyoko kikisa dolati welinga kausinger ingalaglundidang munaya inailakuida menjin dunia yome kanango kukan
إنيرمون تيرا داغلين ناس مالو وانيا ديكو كان ملايكا ويسكا ولا دنيا نباغلين من ففرقيكو كان جروسا في كيسينا جنالو في كجان سينا إدان تيغا قاقدا إيكو غنو فتير سيغا ويو إكاقونيا كان ووتكي نيوتاني كيلكو كان فإلمي كيغ إلسي ويكا جلك كاني ويو إكاقونيا كاني قونيا قوين سين كوچيلو كير قونيا دوني جوي كان أمين كاني هكرا قونيا أيو إلتون قونيا قودي كي كورتي دويمون تيولي ورسيري تبي تبدن أغي مولي رينغ توبسين فسير سادين فرقية كم تلك اندولي شوف جلودة دفونتان أي هاتي رينغ يا إغنتان دبويكي كيلو كيف آنيو اللي إغنتان ألمس آغرقين الدوي الكفري سالي ويكرقين ولكن جي تدبسي نكر النقون يماني ويشور نكر سك كول هنور وكباغ لاك يومان دون الدون ألس نكر جتاوي لورك سكونا إيغا إرتيجي تيكو ستان مرسان نكر مولو من جيوه أنغتو إنغا نايموني مالروم دوليسو تيغا كوتا قوي سونير قوي تان شورتيك إيغي نير أغنوك جو كويت كي نير الدل دافي دامونا يو أيغون إمبسي لنا جو أنغا نيغون كيريو نوغم مسي هلينتان كلنتان ايا غيتوسا دوبنتان. يا سلام عليك الله تحية الشاعر عبد الرحيم. والله يعني انا دا اقول كلام يمكن حتى زول ما بيعرف اللغة النوبية يعني لما يسمع هذا الاحساس وطريقة الغائك لهذه القصيدة بيفهم انت قاعد تقول شنو. انا والله دار اختم لكن الكلام شايفه جميل والحكاية دي ماشية وانا لو تسمح لنا يا احمد نحن انا عايزين نسمع قصيدة لو امكن نقول له والله كلام جميل ونحن عشنا معاكم الجو وعشنا معاكم اللحظه. انا داير اختم بلؤي عشان اختم بنقطع الحلقه ان شاء الله. طيب لؤي انا احنا والله شدينا يعني مع والله يعني صراحه الواحد بيكون خجلان جدا لما يتكلم بعد الشاعر الجميل عبد الرحيم مختار. ففي قصيده انا يعني كان لازم القيها اللي هي طبعا عندما رحل محمد مختار رحلت معه النوبه عندي انا شخصيا ورحل معه الشعر. فمحمد مختار كان من الناس اللي انا متأثر بهم جدا وكنت من اشد المعجبين لجميع قصائد محمد مختار عبدون واكاد اكون حافظ يعني كل قصائده. فعندما مات عندما رحل كتبت مرسية عسى الله ان تنال اعجابكم قلت فيها جبل ميمن الدمي سما سككر قارو اونما نسلو فالو بابا ما نسيلا كدم ليزا لايغو تشيلي ويغو بابا نور مكيت سيمي ليزا الوبطور كدرو عليغم نوبطو دفو ومن دوغني غاغون لوم مختار كغن دو سالي ويت كرتر وجاغفو ديسي نوكا دول جيت كد شركاني ويغا بروينا داليزا روم مكيت كمي ديسي نوكا دول جيت ويغا شركاني كد بروينا داليزا روم مكيت كمي مرتيني فنتي لاركيش كنت قصيت فا إدنكي كدي كمي فانغور أي بدي كسن تلوير فيك كب كسن أبد فود فا كمي دنيا كرونا صوب صوبا ندم بيت فا مشافين نعمون كمي إيجادي ما إيجاباعين دو إيجادي ما إيجاباعين دو أنو لغون ناي فرق كتشي أشير كيغون ناي فمن تتشي دولجي دين داوي نسيلا داورو نو فنا يعني إيجادي ما إيجاباعين دو نو لغون ناي فرق كتشي أشير كيغون ناي فمن تتشي دولجي دين داوي نسيلا داورو نو فنا يعني سك كمسكن بيركا إركيل كاغو للمي أشريغو كيرا تيشين تان قدو دول جيت تاويرين تان مسكي تولي ركين تان أوسكي كالباين تان داويلو دارو للمي مسكي تولي ركين تان أوسكي كالباين تان داويلو دارو للمي. نعم له المغفرة والرحمة الشاعر الجميل محمد مختار عبدون. وإذا رحل محمد مختار فهناك إن شاء الله العديد من محمد مختار ويعني يمكن اخوه الان موجود ويمكن ما يقل عطاء من الراحل المقيم وان شاء الله يعني سلواك ما تكون في محلها والشعر موجود. انا بشكرك اخونا لؤي محمد مصطفى على هذه الكلمات الطيبات وعلى هذه الجلسه معك. وانا برضو خلونا اخوان نشكر اخونا سواق اللنش تركي عليك التحيه وليكم التحيه الحضور كلكم.
وانا دار اشكرك برضه اخونا عبد الرحيم، انا دار اختم الحلقه حق التراب والبلد كلها، وبعد ذلك نحن حنسمع منك القصيده الاخيره. اذا مشاهدي الكرام، بهذه الكلمات الجميله وبهذه الاريحيه وبهذه المحبه الكبيره اللي وجدناها نحن من اهل سركمتو، نحن بنختم معاكم هذه الحلقه من برنامج تراب البلد. كانت هذه اليوم وكان هذا اليوم في منطقه سركمتو العامره باهلها وبجمالها وبابداعها الدفاق. حتى نلتقيكم مشاهدي الكرام في حلقه اخرى من تراب البلد، لكم تحياتي وفريق العمل الى ذلك، والحين اترككم في رعايه الله وحفظه وامنه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشان دمتش سيمبات تكيدات تم ونتكو نينغمو لري مصور اللوغنين اي دارم وبولين كليكا كن داري دوو دي مسكويدي كان اما شوغر رفينا مانيسي لوب اوري سيرينغا كن تي بطيقو كون كونيال نكرا تبلين من جوجة بيسنن إمبانيا كدومنا إمبانيا كدول دجو تندول الدنيجنا إنغون دولنا يمسوبي مسوبا إمون لا لا أكام دولي أنيغا يغغل تدين كم تونو من جاباني لي إيش دوكاري تميون تارونا ونعي ما جوومي بابي دباب المنجمي فلا من جمسك التاجمي وندكونان ولو كريكر أوجمي إني كان إليل هو ستيجي بنيمي بنيتك كي جرك ديني ونديون يرجلمي إني ترى سموني لون الكوني فلمنجمي إرنتشمي إصبر قدين تان جتغا ويركل إي جلسيني إسنت بقدون نيجي تلفركمي إني اللتيلون جتكمي كركمي آغون ينتان أو أي لويمي دوشكرا اي غتيكي روسم ميكلو اي دانو جنن اي اي فشو بن اوبرن تام حسرو الا تون اي غدو مسكي اي فشو بن اوبرن تام حسرو الا تون اي غدو مسكي اهفنوغ لين غرتين تان غرتين تان اورغنايلان دوليني